اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مطبخنا بساطه سهوله مرونه. دوري في المطبخ ان انا اديك الفرصه تعملي اكلات بسيطه وسهله في متناول الجميع واقل تكلفه، ولكن القيمه الغذائيه عاليه جدا تعلو قمه الهرم الغذائي. معايا النهارده السبانخ، يعني حديد، يعني معادن، يعني علاج للانيميا. هنعملها يخنا النهارده باللحم الضاني. اللحم الضاني معايا دسامه متوسطه مع سبانخ مع بصله مع تومه، ولكن الفكر الطهو فيها ازاي السبانخ ما تبقاش مصيصه معايا واقدمها بشكل لطيف وجميل. معايا النهارده القرع العسلي. قرع العسلي من خير ارضنا، الناس بتحسدنا عليه، رايحين الريف المصري، جايين من الريف المصري، رايحين الصعيد المصري، جايين من الصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مازبيرو. عايز اعمله النهارده عصيده بجوز الهند، واجمع ما بين جوز الهند والقرع العسلي مع شويه سكر او عسل، ونعمل طبق لذيذ قيمته الغذائيه عاليه جدا. لسان العصفور له نصيب معانا النهارده، هنعمله طاجن بالطماطم ويكون سبايسي شويه، لان الاولاد ساعات بيحبوا الطواجن اللطيفه اللي بتكون سبايسي. ولكن ازاي اعمل طاجن لسان عصفور بدون مكسبات طعم؟ سيبك من الحاجات اللي بتشتريها ما انتش عارفه ايه مصدرها، خلي الطعم يطلع من بين اصابع ايدك العشره زي امهاتنا زمان واكله ام البركه كلها. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، والفكر الطهو هنا يعلو قمه الهرم، ولكن بقيمه غذائيه عاليه جدا وبتكلفه قليله جدا. معايا طاجن لسان العصفور هعمله بالطماطم، مقاديره على الشاشه. لسان العصفور معانا معلقه فلفله حلوه، معلقه معجون طماطم، معانا عصير طماطم، ومعانا بصله وتومه وشويه بهارات حلوين. تعالوا نشوفوا ازاي هنعمل طاجن لسان العصفور واحنا شغالين مع بعض. المقادير على الشاشه، بساطه سهوله مرونه. بعلمك ازاي تقفوا في المطبخ تعملي اكتر من حاجه وانت واقفه في المطبخ. وقتنا كان من اسبوع او من 10 ايام ممكن اقف ساعتين ثلاثه. دلوقتي عندنا اولاد داخلين على المدارس، عندنا التزامات اخرى، عندنا مسؤوليات اخرى. الاهتمام بالاولاد وهم راجعين من المدارس، لازم يلاقوا الغداء جاهز، لازم يلاقوا لقمه تصبيره على ما نجهز الغداء. فمش عايزك تقف في المطبخ كتير، ما يبقاش معاك شيف شاطر بتشوفيه على القناه الاولى والفضائيه المصريه وتقفي لك 3 4 ساعات. في ساعة زمن اللي هو وقت البرنامج بتاعنا هتعملي أكتر من حاجة. مقادير لسان العصفور على الشاشة، لسان العصفور، طماطم، معجون طماطم، البهارات الجميلة مع البصلة والتومة. هبدأ أحط يا عم الشيف معلقة زبدة مع معلقة زيت. ليه زبدة يا عم الشيف؟ عشان الزبدة هتساعد على تحمير لسان العصفور سريعا. تحمري بصلة، تحمري لسان عصفور، بتحمري شعرية، حط معلقه زبده هيخلي لك الحاجه دي تتحمر بسرعه. لان الزبده بتساعد على الاحمرار سريعا. نقلب كده، ناخد السبانخ دي على النار دي يا مسهل الحال يا رب. بسم الله. ده مهم جدا على فكره انك انت تكوني واقفه في المطبخ بتعملي اكتر من حاجه. حلو الكلام. اللحمه دي عايزه النار هاديه كده علشان تستوي معانا بسرعه. ناخدها نحطها هنا، يلا بينا. وناخد دي نحطها هنا كده ونشتغل مع بعض. لسان العصفور فين؟ تعالى يا جميل. بيسالوني على السوشيال ميديا بيقولوا يا شيف مغازي لسان العصفور ده عامل زي القمح كده، يعني له سنبله. لسان العصفور بيتصنع زي المكرونه، يعني هو شبه الرز بس ده مش سنبله، ده تصنيعه زي المكرونه بالظبط. في فورمات زي ما بتعمل الاسباكيتي وبتعمل اللازانيا وبتعمل المكرونه البنه والمقصوصه وهكذا، بيعمل لسان العصفور. السؤال مش عيبه، يعني انا وانا صغير كنت افتكره زيه زي القمح. سوري، زي الرز يعني. لان في رز بنفس الحجم اللي هو الريزيتو من المطبخ الطلياني. الريزيتو اللي بيتعمل بالسي فود او يتعمل بالدجاج او يتعمل بالجبنه الموزاريلا وهكذا. نحمر لسان العصفور كده. انا ببدا احمر مع لسان العصفور ده كده، معلقه بصل ناعمه وفص ثوم. يوم لسان العصفور ياخد طعم لان هعمله طاجن. التحميره دي كده، ننزل بالبصريه الحلوه، ننزل بالفص الثوم، واحنا بنحمره مع بعض كده هياخد لون. شفت المدرسه؟ يوم لسان العصفور يشرب ويستطعم ويدوق البصله والتومه وهو على النار، وأقلب كده على نار شديدة،
وانا بقلب ابص على اللحمه بتاعتي، اخبارك ايه يا حلوه؟ الضاني اه ريحه لطيفه وجميله، ما فيش زفاره، في قرفه، في تومه، في بصله، اه في بابريكا. قال وانا شغال، شفت ازاي واقفه في المطبخ بتعملي اكتر من حاجه وعينك على الحاجه؟ اه تقليب مستمر وعينك على الحاجه. معانا صوص طماطم، وعايز اعمل طاجن لسان الحلو ده كده، ببدا اقطع شويه فلفله حلوين اغطيها تاني. معلش معانا يا عم الشيف اه فلفل ملون كده لطيف بيدي لسان العصفور لون حلو. جوزك بيحب الحار، حط الحار متخافيش، بس لازم تسالي ضيوفك وجيرانك وحبايبك اللي هتاكلهم من ايدك. وايه المشكله لما اكون عامل اكل حلوه؟ ونخبط على الجيران. صباح الخير يا ام احمد، صباح الخير يا ام حماده، عينيه ايه قول لي. اهو اهو نقطع دول كده، عايز الون لسان العصفور عشان الاطفال بيحبوا الحاجات الحلوه دي كده الملونه. خلي بالك لما تيجي تقطعي الفلفل الملون ده تخلصي من البذور بتاعته، لان البذور ديت ملهاش اي فايده، لا بتتهضم ولا بنستطعمها. زي الفل. هنبدا نقطع الخضار بالشكل ده كده مكعبات. طبعا انتوا شطار في التقطيع، اتعلمته بالشيف المغازي، لازم اقطع بسكينه حاميه. هستاذن حضراتكم، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد مع الشيف المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زال التقليب مستمر. بقلب عيني على لسان العصفور، واخد بصله واخد تومه، خد الطعم بالشكل ده كده. ابدا انزل بالبهارات بتاعتي دي، مدرسه عمل لسان العصفور. دايما الطواجن عندنا المطبخ المصري بالذات بيبقى لها طعم كده حلو، مشطشط فيها طعم، فنهتم بالطعم شويه. ده معلقه كركم، معلقه بابريكا، شوية فلفل، الملح بتاعنا. الله هتاكلي صوابع كرة حلوة. ونقلب دول كده مع بعض، ولسان العصفور بيتحمر. آخر حاجة هنزل بيها الطماطم، ياخد غلوة ويستوي. اه شفت اللون ده؟ شرب السمنة، شرب الزبدة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ شوية لسان عصفور ما اكلتهمش قبل كده. اه بصلة، تومة، لسان العصفور، تحمير مستمر، تقليب مستمر على النار. اه حلو قوي. معانا فلفلة ملونة مقطعها قبل الفاصل، فاكراها؟ هو ده. تنزل هنا كده وخرجنا اساتذتي، هو ده. يوم برضو لسان العصفور يستطعم الوان الفلفل الملونة. ده طاجن زي ما قال الكتاب، خلي بالك. اه نقلب من غير لحمه يا شيف. والله بص هقول لك على حاجه حلوه، انا هعمل تركايه دلوقتي، التركايه دي هتعجبك قوي على فكره، بس انا ما رضيتش اقول عنها في البدايه، عايز اعملها لك كده مفاجاه سبرايز يعني. ايه يا عم الشيف المفاجاه بتاعتك؟ ان انا هاخد شويه شوربه من تسويه اللحمه احطهم على لسان العصفور. شفت المطبخ؟ شفت شقاوه المطبخ؟ اه اقلب كده. بتسلقي لحمه، عندك فرخه بتسلقيها هتعمليها مع ملوخيه، ايه المشكله؟ لسان العصفور ده لما ينوبه من الحب جانب. يلا بينا، هو ده المدرسه. اهو عشان كده انا بدات بسلق اللحمه الاول. اهو عندي شوربه اللحم الضاني، اللهم صل على النبي. اهو ده، هو ده كفايه رضا. اهو الله عليك، ونغطيها تاني ونقلب. شفت المطبخ وشقاوته؟ الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. اه خد طعم اللحمه؟ خد. اه وعلى عينك يا تاجر. نبدا ننزل بالفلفله الحلوه، انا عايز اخلص من الطاجن ده عشان ادخله الفرن. مع
معلقه سكر عشان الحموضه، جوزك بيشتكي من الحموضه، عنده مشاكل مع الكولون، مشاكل مع الهضم، مشاكل ارتجاع مريء، معلقه السكر بتحمينا وتخلصنا من الحموضه بتاعه الطماطم. ننزل بعصير الطماطم، الله، ونقلب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ده انا كنت فاكر لسان العصفور ده حاجه كده على الماشي. لا، ده بيبين بقى حبك للمطبخ واهتمامك في تقطيع الخضار، في الشكل، في اللون، في التفاصيل. الله، غلوه على النار، قومه على النار، نجهز الكاسروله، نجهز الطاجن وندخله الفرن. الله، تاكل صوابعك وراه، سيبيه يستوي كده وانا شغال. الملح ظابط؟ ظابط. بهاراتك ظابطه؟ زي الفل. عينيا، هنخليه كده على جنب ونجهز الطاجن. الطاجن على فكره اللي حابه تقدمي له ضيوفك، دي افكار بقى. في حاجات بتتباع في المحلات شكل قلب ماشي، زي ده كده لطيف، كسرولة زي دي ماشي. ايه رايك في شكل القلب ده؟ هو القلب ده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا، هو ده. حاجة حلوة. تخلي جوزك يرجع من الشغل يلاقيك عاملة له الطاجن ده وفي الطبق ده، خلاص كده انت عبرت عن حاجات كتير جواكي. مش لازم بالكلام، بالفعل. والله العظيم زي ما بكلمك كده، المطبخ مفتاح السعادة الزوجية، المطبخ هو الوسيلة اللي تقدر توصلي بيها لهدفك. عايزة تجيبي نجفة، عايزة تجيبي التزامات عليكي، كلمة حلوة، غدوة حلوة. شفت الكلام؟ هو ده، زي الفل. الراجل يهمه في الآخر وفي الأول يرجع البيت يلاقي طبق حلو زي ده. هناخد زي ده ما هو كده وندخله الفرن. بس خلينا نجرنش كده، معايا قرن فلفل أصفر، أنا ما حطيتش ألوان الصفرة في الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده، لازم الشكل، لازم ترسمي لوحة فنية، لوحة فنية بالطعم ولوحة فنية بالشكل. ما تعتمديش على الطعم وبس، العين بتاكل يا أختي. وقسمنا القمر وقسمنا القلب. درجة حرارة الفرن عندي 180، اللهم صل على النبي. والفرن بتاعنا جاهز، يتحط على الشبكة ياخد لون ويتسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يلا بينا. طاجن لسان العصفور فيه تفاصيل كتيرة في قلب الفرن، والصورة من داخل الفرن تسبق الحديث وتعني مليون كلمة. ايه الحلاوة دي؟ ايه القلب ده؟ القلب ده بهديل كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، فيه الخبرة الطهوية وفيه البساطة والسهولة. هما كل القصة كيس لسان عصفور جبته من أي سوبر ماركت من على الشارع أو من المنطقة اللي أنا فيها، ولكن الخبرة الطهوية والإبداع الطهوي الكلام ده بنشوفه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. نعم يا مخرجنا. حاضر، عينيا، عايز اشوف القلب اللي في الفرن. بص على القلب، لسان العصفور، الصورة الحلوة. بجد انا بحب الطواجن المسبكة. ايه الجمال والصورة الحلوة دي؟ اخترت لون انا ما حطيتوش في لسان العصفور زي الفلفل الاصفر، هي دي التركاية، فخد الشكل مع الاحمر مع الالوان الحلوه. نعم يا غالي. حاضر، عينيا، طلع لك الطاجن. انا عايز اعمل طشه للسبانخ دي حكايه. نطلع الطاجن. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ابن حلال. بسم الله الرحمن الرحيم. طاجن لسان العصفور زي ما قال الكتاب. كتاب مين؟ زي ما قال المغازي. الف هنا وشفا. يلا بينا. We'll be right back.
مطبخنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. التكلفة المالية لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ثلاثة تعريفة يعني، شوية سبانخ، حتة لحمة ضاني، ممكن تجيبه نص كيلو ربع كيلو مفيش مشكلة. معانا عملنا يخنة السبانخ باللحم الضاني، عملنا طاجن لسان عصفور بيتكلم مصري، عملنا القرع العسلي بطريقة جديدة، عملناه طبعا عصيدة بشكل لطيف وجميل، قيمتها الغذائية عالية جدا، بنهديها للأطفال عشان داخلين على المدارس ونجهزهم ونحضرهم. ولكن الأهم من ده كله تخش مطبخك وانت عندك طاقة إيجابية. لما بقول مفاتيح السعادة الزوجية هي المطبخ، الكلام له معنى كبير وتفاصيل كتيرة ومعنى كبير علشان تقدر توصلي لهدفك. أولادك وأسرتك وجوزك يقول لك تسلم إيدك يا ماما. بساطة سهولة مرونة. بنتابع برنامجنا أكلة أمي كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.